طلعت يا جماعة زي ما انتم ما شايفين كده، بعلف الطيور وهعلف الارنب، هعمل الروتين يعني الصباحي يعتبر بتاعي عند الطيور وكده. ببدأ ان انا بعلف الطيور الكبيرة اللي على السطح الاول، وبعد كده بروح اعلف الارنب. تمام. طبعا ده حصل امتى؟ ده حصل امبارح. الكلام ده حصل امبارح. تمام. بس انا بصور لكم فيديو جديد النهارده. اللي حصل يا جماعه حصل في عشه الارنب. تعال اقول لكم ايه اللي حصل في عشه الارنب، بان احنا في يوميات مزرعه ما بنخبيش حاجه عن بعض، وكل حاجه الحلو قبل الوحش دايما مع بعض. يلا بينا يا جماعه نشوف كده ايه الحلو اللي حصل في عشه الارنب، وايه الوحش برضو اللي حصل فيها، ونشوف انا عالجت الموقف بقى وكان لازم اعمل ايه. كل حاجه هنشوفها مع بعض. بس اهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناتنا نبات في زراعتي لو مش مشتركين، وتعملوا لايك للفيديو ده عشان الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، وفي كلام مهم جدا عن الارنب لكل الناس اللي بتحب تربي الارنب وبتحب تربيه على الارض. وطبعا يا جماعه الناس اللي بتسال عن الوز وعن موسم الوز، انا بعمل صور لكم فيديوهات بقالي كتير جدا عليه، وشوفوه ان شاء الله، او شوفوها يعني الفيديوهات ان شاء الله تعجبكم وتفيدكم. والطيور بتاعتي اللي على السطح يا جماعه، اي حد عاوز يشتري اي نوع طيور كبير على وش شغل او ذبح، موجود وببيع جميع انواع الطيور. تمام. وبالنسبه للناس اللي بتسال على الديك الاحمر ده، فده ديك رومي تركي يا جماعه، مش موجود عندي منه كبير والله، موجود صغير كتاكيت بيكون بالحجز. يعني بالحجز ازاي؟ اللي هو حضرتك بتحجزه فتره ولما بيطلع بتستلمه. تمام. زي ما انتم شايفين كده الطيور قدامكم اهي، ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. طبعا البط الخليط بلد على مسكوف يا جماعه، شايفين الذكوره عامله ازاي؟ ما شاء الله اهو، زي ما انتم شايفين كده. طبعا يا جماعه بالنسبه للرومي الاسود، الرومي الاسود موجود منه كل الاعمار، يعني كل الاعمار موجوده من الرومي الاسود. تعالوا بقى نروح عند العشه بتاع الارنب ونشوف ايه كده يا جماعه. دي العشه بتاعت الارانب. تمام. للناس الجديده اللي لسه بتشوف يوميات في مزرعه الاول مره، العشه دي يا جماعه لسه بنيها انا جديد اصلا، ما بقالهاش حتى 20 يوم مبنيه، بانيينها وحابكينها مع بعض وعاملين لها الباب مع بعض وعاملين كل حاجه. شايفين الارنب عامل ازاي؟ طبعا يا جماعه انا كنت بنيت العشه وحطيت فيها الارانب من غير ما اعمل لها القفل ده، يعني من غير ما اعمل لها القفل ده، كنت بقفلها بجردل، كنت بسندها بخشبايه زي كده. تمام. فطبعا القفل ما كانش قوي وما كانش كفايه على الـ الـ الارانب، يعني فالارانب كانت ممكن ان هي تفتحه، او قطه تفتحه، او حتى شويه طيور زي كده ممكن ان هم يفتحوا الباب. وبالفعل يا جماعه ده اللي حصل، ده اللي حصل. ده الجنب الوحش الاولاني، ان في قطه طلعت وقعت الخشبه ودخلت يا جماعه العشه، دخلت العشه. طبعا يا جماعه القطط عدوه الارانب، القطط عدوه الارانب. عارفين يا جماعه القطه لما دخلت العشه عملت ايه؟ بصوا مبدئيا طبعا بهدلت الارنب الصغير. شايفين الارنب الصغير طالع ازاي؟ كانت مبهدله العش جدا لان هي كلت منهم اهو. طبعا الارنب الصغير اهو، اهو ده الارنب بتاع الارنبه البلدي. طبعا هو لسه صغير ما ينفعش ان هو يطلع، بس هي كانت مبهدلاه، واحنا هنلمه مع بعض دلوقتي لان زي ما انتم شايفين كده في هناك برضه اهو. تمام. يا ريت سكتت على كده، لا دي الارنبه البيضة الفرنساوي. شايفين جريت استخبت ازاي مع ان هي كانت بتقف وكانت متعوده عليا وكانت بتيجي عندي وكده، الارنبه اللي هي الفرنساوي. بس طبعا علشان هي عملت فيها حاجات يعني بهدلتها، بهدلتها بمعنى الكلمه، خلتها ان هي بتخاف، اللي هي الارنبه البيضة الفرنساوي دي. طبعا يا جماعه اللي متابع صفحه يوميات في مزرعتي على برنامج كواي شاف الفيديو لما نشرته انا على كواي بتاع الارنبه دي، لما سقطت الارنبه دي يا جماعه، سقطت رمت الاجنه اللي في بطنها، نزلت. نزلت بسبب ايه؟ طيب نزلت بسبب ان هي فضلت تجريها تجريها تجري وتجريها في العشه، فبهدلتها وخلتها سقطت. يا جماعه والله العظيم دخلت لقيتهم ميتين في نفس الحته دي امبارح، وشوفوا الفيديوهات على برنامج كواي صورتها لكم، لان طبعا انا ما كانش في وقت ان انا اصوره على اليوتيوب، فصورته على كواي لان كواي بيكون دقيقه. تمام. ده اللي عملته يا جماعه وبهدلت العش، فبهدلتني والله العظيم، فخلوا بالكم من القطط على الارانب. هروح اجيب لهم اكل واحط لهم ميه، ونتكلم على الجنب الحلو اللي حصل. وده طبعا يا جماعه الشنكل ده ب 15 جنيه ركبته
كويس جدا وبيمسك الباب بتاع العشه وحلو جدا جدا جدا. ده انا اللي مركبه بنفسي، محدش ركبه لي. راح اجيب لهم اكل يا جماعه دلوقتي ونحط لهم ميه مع بعض، واكلمكم على الجنب الحلو اللي فيه. طبعا يا جماعه حطيت لهم انا اهو بقى العيش والارنبه البيضه، الحمد لله اخيرا اطمنت وطلعت تاني والبلد هناك اهي. طبعا يا جماعه هي البيضه دي اللي رمت، القطه فضلت تجري وراها تجري وراها تجري وراها لحد ما خليتها رمت تمام، لان طبعا يا جماعه الارنب ما بيكونش مستحمل الحركه الجامده. هم انا هقفل عليهم بس كده عبال ما اجيب لهم ميه، لان طبعا الارنب يا جماعه لازم يشرب ميه، يعني لان الناس اللي بتقول لا او كده، ده بالذات حتى الارنب الفرنساوي ده في البطاريات بيحطوا له ميه، فانا برضو بحط لهم ميه، وهحط لهم ميه دلوقتي قدامكم واخليهم يشربوا قدامكم. بصوا اهو اهو، روح كده شرب، ما تجريش بقى. بس هو دايما يا جماعه بيشرب اهو، تعالوا ما شربش هو كده. بس تعالوا طب يا جماعه نشوف الحاجه الحلوه. الحاجه الحلوه هي الارانب طبعا، اللي الحمد لله هي ما اكلتهمش، هي بهدلتهم بس اهو. ان شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. طبعا هقفل عليهم كده. طبعا امهم بتصد بتراب وحاجات، بس انا هسد بالعفش ده اي حاجه عبال مامهم بس كده تهدى وتيجي ان هي تسد عليهم، لان هما ما ينفعش يطلعوا بره. بس الجنب الحلو بقى ان هما كبروا. الجنب الحلو ان هما كبروا والحمد لله ما عرفتش تاكلهم، يعني هي ما عرفتش تاكلهم ليه؟ علشان قعدت تحاول ان هي تضرب في الارنبه البيضه دي، قعدت تعمل خناقه مع الارنبه البيضة دي وما اكلتهمش. طبعا يا جماعة هننتظر بقى ونشوف الارنبة البيضة دي هتعشر من الذكر ده ولا هيكونوا صغير، انه زي ما انتم شايفين كده هي بتشرب مية، هي الحمد لله ما خسفتنيش وبتشرب مية. هقفل عليهم بقى يا جماعة، وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. وخلوا بالكم من الارانب والقطط، عشان هتربوا ارانب هتلاقوا القطط عندكم بتهجم عليهم وتشربوا قدامكم. بصوا اهو اهو، روح كده شرب، ما تجريش بقى. بس هو دايما يا جماعه بيشرب اهو، تعالوا ما شربش هو كده. بس تعالوا طب يا جماعه نشوف الحاجه الحلوه. الحاجه الحلوه هي الارانب طبعا، اللي الحمد لله هي ما اكلتهمش، هي